قبل شروق شمس 26 من يوليوز من العام 2000، وقف الغالي بن حجاج على جانب الطريق الرئيسية التي تعبر بمحاذاة حد السوالم، الشاب ذو 25 عاما يريد إلى بير جديد. كان ينتظر مرور حافلة أو سيارة أجرة. وضع أمامه حقيبة ذات لون داكن يبدو أنها تستعمل منذ فترة طويلة. في تلك الساعة الباكرة كان الجو ينزع إلى البرودة. يعلم الغالي أن الحرارة سترتفع كما كانت بالأمس. ليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب. حين يمضي بنظره إلى أبعد من أعمدة الكهرباء التي اصطفت على طول بضع عشرات الأمتار لا يرى شيئا. في الجانب الآخر من الطريق منازل نائمة، هو السكون. السيارات التي تعبر بالكاد تخفض سرعتها ثم تمضي، ولا يبقى مرئيا منها ولفترة وجيزة سوى أضوائها الخلفية بحمرتها التي تشبه الجمر. لم يكن الرجل مستعجلا أمره، فقد اعتاد الانتظار. من عمق حد السوالم رفع آذان صلاة الصبح. في مدى إبصاره شخوص انسدلت عليها قمصان طويلة تخرج وتأخذ وجهة المسجد. هو يوم جديد يبدأ. مرت أمامه شاحنة من الوزن الثقيل. نظر إليه السائق من مقصورته العالية، لم يتوقف. ظن الغالي أنها قادمة من بلد أوروبي. هو الآن هنا منذ ساعة أو أكثر قليلا. بدأ التعب يتسرب إليه، فاقتعد الحقيبة ذات اللون الداكن. بعد صلاة الصبح ستدب الحركة في المدينة، وحتما ستمر سيارة أجرة أو حافلة تحمله إلى وجهته. يأمل أن يلتقي ابن خال له هناك في بير جديد، علّه يساعده في البحث عن عمل. يذكر أنه حدثه ذات مرة عن صديق له يعمل في مطعم في الوالدية. مضى به خياله بعيدا، يرى أنه يستطيع العمل في المطبخ. حدث نفسه بأنه سيقبل بكل عمل سيعرض عليه. دبت الحركة في الشريان الذي يمر بمحاذاة حد السوالم. وحدها أمه تعلم أنه ذاهب إلى بير جديد، ربما لن ينتبه والده لغيابه إلا مساء. رأى سيارة تقبل، أضواؤها تلمع، هي سيارة تخييم. ظنها ستمضي كما مضت تلك الشاحنة قبلها، ولكنها توقفت بمحاذاته. ثم رأى زجاج النافذة ينزل. كان السائق وحيدا فيما يبدو، رجل خلط شيب سواد رأسه، وعلى عينيه نظارتان طبيتان إطارهما معدني رفيع بالكاد يرى. حسب الغالي أن الرجل ذا الملامح الأوروبية سيسأله عن شيء ما. ابتسم له، وبينما كان يتوقع أن يسأله بلغة لا يفهمها، فاجأه بأن سأله بعربية واضحة عن الطريق التي ستقوده إلى بير جديد. البياض الناصع لعربته التي تبدو فاخرة يتحدث بالمستوى الاجتماعي للرجل. قال الغالي: اتبع الطريق التي أنت عليها فستقودك إلى بير جديد. أكمل كلامه بابتسامة كشفت عن أسنان تتوق إلى عناية. رد الرجل الجالس خلف المقود بابتسامة وقال له: شكرا. عجب الغالي أن يكون هذا الذي يظنه أوروبيا يتحدث العربية بكل تلك الطلاقة. تحركت العربة البيضاء، وبعد 10 أمتار أو أقل توقفت. سمع الغالي منبهها. ترك حقيبته ذات اللون الداكن مكانها ومضى بخطى تسارعت نحو نافذة العربة. بادره الرجل بأن سأله: إلى أين أنت ذاهب؟ إلى بير جديد. بير جديد؟ نعم. هيا اركب. لم يناقش الغالي، فقد قال إنه سيأتي بحقيبته. عاد خطواته. قبل أن يضع يده على حقيبته ظهر له شخص يقف غير بعيد، ظن أنه من سكان حد السوالم. لم يطل إليه النظر، أخذ حقيبته ومضى. كان صاحب العربة البيضاء قد ترجل، فتح الباب الخلفي ووضع الحقيبة مع أغراض له. هل أنت وحيد؟ ضحك الرجل الذي خالط الشيب سواد رأسه. تسلق الحافلة. نعم أنا وحيد، قالها وهو يستوي على مقعده.
جلس الغالي وصار يجول ببصره في المقصورة. تبدو الحافلة جديدة. في كل الأحوال شتان بينها والتاكسيات الكبيرة التي يتكدس فيها الركاب بين حد سوالم وبرجديد. التفت إلى الخلف فبهرته أناقة الحافلة. لم يكن قد ركب مثلها من قبل. ركب حافلات النقل العمومي والتاكسيات وكثيرا ما حمله سائق وشاحنات، ولكنه لم يحظ بالركوب في مثل هذه العربة. هل أعجبتك؟ سأله وهو يسرق نظرة إلى جهته. كانت نظرة خاطفة، عاد بعدها ليراقب الطريق. نعم هي حقا جميلة. ساد الصمت. تجاوزتهما سيارة أجرة كبيرة. من واقيتها الزجاجية الخلفية ظهرت أذرع تشابكت. اسمي مارسيل. مارسيل؟ نعم مارسيل. ثم ضحك. أنا اسمي الغالي. اسم جميل. هل تسكن في برجديد؟ لا أنا من حد سوالم، وأنا ذاهب عند قريب لي علّه يساعدني في البحث عن عمل. سكت السائق قليلا ثم سأله: وهل لديك مؤهلات؟ لم أكمل الدراسة، وأود لو يساعدني في العثور على عمل في مطعم في الوالدية. أنا أجيد إعداد عدة وجبات شعبية. يبدو أننا سنكمل الرحلة معا إلى الوالدية، تلك وجهتي النهائية. اسمع، أنا سأمضي في الوالدية أسبوعين، فهل تقبل بمرافقتي؟ أنا بحاجة إلى من يعد الطعام، أود أن أتذوق من المطعم الشعبي. تتكلم العربية بشكل طليق يا مارسيل. لأنني عربي. عربي؟ أنا لبناني وأعيش في فرنسا منذ 30 سنة. هناك لدي أصدقاء مغاربة وتونسيون وجزائريون. نظر إليه الغالي ولم ينطق. ما رأيك؟ هل ترافقني إلى الوالدية؟ سنسكن معا في هذه الحافلة. ما يقوله الرجل يغري بالمغامرة. أعلن له موافقته. في النهاية إذا لم يكسب فلن يخسر شيئا. لما وصل إلى برجديد لم يتوقف مارسيل. كانت الشمس تداعب الحقول بأشعتها الأولى. لما تراءت لهما غابة الشياظمة قال مارسيل إنه يود أن يتوقف قليلا للاستراحة. علم منه أنه لم يتوقف منذ أن انطلق من القنيطرة قبيل منتصف الليلة الماضية. خفض السرعة وسلك الطريق التي تمضي إلى الغابة. ركن حافلته، نهض من مقعده ومضى إلى الجزء الخلفي منها واستلقى على سرير يتسع لشخصين. ثم بعد دقائق نادى على الغالي: إذا أردت أن تستريح قليلا فما زال في السرير متسع. رد الغالي بأنه يفضل أن يبقى مكانه. تساءل عما إذا كانت لدى الرجل نوايا سيئة، وعما إذا كان أخطأ في القبول بمرافقته. لا شيء يتحرك في الغابة. ثم بدأ يأتي من خلفية الحافلة غطيط مارسيل. نزل، خطى بضع خطوات، ثم في مدخل الطريق التي تأتي إلى الغابة رأى سيارة للدرك آتية. ظنها دورية عادية، ثم توقفت السيارة بمحاذاته. نظر إليه الذي يسوق، ثم انفتح الباب الآخر وترجل الذي كان يجلس بجواره. مضى نحو الحافلة، ولما رأى الغالي يسايره توقف. ما الذي تريده؟ أنا مسافر مع صاحب الحافلة. وأين هو؟ نائم. نظر الدركي في اللوحة المعدنية ثم نادى على زميله. كان الغالي قد تراجع بضع خطوات. نزل الدركي الآخر وحمل معه ما بدا ملفا، فصفحه وهو ينظر إلى اللوحة المعدنية للحافلة. هز رأسه وكأنه يؤكد لصاحبه معلومة ما. من النافذة المفتوحة يأتي غطيط مارسيل. طرق الدركي باب الحافلة، ولكن مارسيل لم ينهض من مكانه إلا حين طرقت للمرة الثانية. اعترى بياض عينيه احمرار. مضى بيده إلى جانب من السرير وأتى بنظارتيه. أوراق السيارة من فضلك. لم يتكلم مارسيل. من قمطر أخرج حقيبة صغيرة، فتحها ومد وثائق السيارة إلى الدركي. كان الغالي ينظر من مكانه.
قل لي سيد جون لوك، ما الذي حدث لك قرب القنيطرة؟ لا شيء. لم يكن يتحدث العربية وقد استنفر نطق الدركي باسم جون لوك انتباه الغالي. ولكن سيد جون لوك، ما بين أيدينا يفيد بأنك دهست رجلا بسيارتك قرب القنيطرة ولم تتوقف. ماذا؟ أظن أن عليك أن ترافقنا حتى تعرف كل التفاصيل. انتبه الدركي إلى الغالي، هل كنت معه؟ لا يا سيدي، أركبني في حد سوالم ولم أطلب منه ذلك، أريد فقط أن يعطيني حقيبتي. ابتسم الدركي وقال: حقيبتك ستتسلمها فيما بعد، الآن سترافقنا أنت أيضا. لم يجادل مارسيل أو جون لوك، لم يدع له الدركيان مجالا لذلك. جاء إلى كرسي القيادة وأدار المحرك، عاد أدراجه إلى بير جديد. في الطريق سأله الغالي إن كان اسمه حقا مارسيل، نظر إليه ولم يجب. تم تفتيش الحافلة وقد اكتشف بها كيس به ما يقرب من 600 جرام من مسحوق أبيض. قال الرجل الذي خلط الشيب سواد رأسه: إنه دقيق. حكى الغالي ما سبق وما تلا ركوبه مع الرجل الذي قال له إنه لبناني. كانت الإشارة التي عممت تفيد بأن حافلة تخييم مرقمة في فرنسا دهست رجلا قبيل منتصف الليل قرب القنيطرة. الأرقام التي بين أيدينا تدل على أن حافلتك هي التي دهست. حاول أن ينفي، بل إنه بدأ في الاحتجاج على صوته. في تلك الأثناء دخل المكتب دركي وهمس للرئيس بشيء ثم خرج. نظر الضابط إلى مارسيل بل جون لوك وقال له: بالإضافة إلى ما حدث قرب القنيطرة والذي سنعمق البحث بشأنه فإنك موقوف. لماذا؟ صرخ الرجل. لأن دقيقك الأبيض قالت الخبرة التي أجريناها إنه كوكايين. أخلي سبيل الغالي الذي استعاد محفظته ذات اللون الداكن وأقسم بأن لا يركب عربة لا يعرف صاحبها.